ديما مع مقابلات ذهاب الدور 16 مكرر لكاس الكاف. الاتحاد المنستيري سافر غدوة نص نهار ونص الكازا في رحلة عادية من مطار كارتاج الدولي لملاقات الرجاء البيضاوي المغربي نهار لحد الخمسة متاع العشية بإدارة السنغالي داوودا غاي. تحضيرات لوي اسمو يتحدث عليها المدرب لسعد جرد الشابي. تحضيرات كانت في قيمة المباراة، تحضيرات بطبيعة الحال ماهيش تحضيرات بطولة اللي نعرفوا الفرق الكل. حضرنا الماتش، شفنا نقاط ضعف ونقاط قوة فريق الرجاء البيضاوي. نحب نسعنا من هنا قبل كل شيء، نحب نهني الإخوان المغاربة بانتصارهم بكأس الشان لأن حاجة فخر لكل العرب. لكن المباراة دي باش تكون مباراة حاسمة لينا احنا كما اليوم هما، وإن شاء الله بإذن الله نرجع بنتيجة إيجابية لصراحة جمهور التونسي وخاصة جمهور الاتحاد المنستيري. أما عدا يوسف العبدلي اللي مصاب، اللاعبين كل جاهزين إن شاء الله نمشي ونرجع زادة لبس. فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير ياسر، فريق من الفرق الكبار اللي موجودين في إفريقيا وخاصة في شمال إفريقيا، لكن الحمد لله محضرين روحنا، نعرف كيفاش نقفوا نهار الماتش باش نحاولوا يوم ماكسيموم باش نرجعوا بنتيجة إيجابية اللي تخلينا في مباراة الإياب في المستيات نكونوا حاضرين بقوة ربي ونتحصلوا على ورقة الترشح. إدارة الاتحاد المنستيري كانت تقدمت بالشكر على الصفحة الرسمية متاعها على الفيسبوك للمدرب فوز البنزرتي ابن المنستير، واللي وصفته بالابن البار اللي تكفل بخلاص تكاليف إقامة الاتحاد المنستيري كل في مدينة كازابلانكا.